ويخافون يوما كان شره مستطيرا. دخلان علينا ده مش عارف دخلان علينا ده لا والله ده دخلان علينا ده اشتكى الحاج مصطفى ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها عينا يشرب بها عباد الله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام الله
ويطعمون الطعام. ويطعمون الطعام على حبه. اللهم صل على النبي، الحلاوه دي اللهم صل على النبي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا إنما نطعمكم لوجه الله. يا رب لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله
إنا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة عليك يا دكتور كمان يا اخي وجدوا الله الصلاه على النبي براحتك خالص ايه اللهم صل على النبي بالله لو بديتك الصبح ما هنسمع منك اول مره تنزل بقى ايه فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة سرورا وجزاهم بما صبروا جنة الله صل على النبي أن يبقى صادق هو بالصلاة على حضرة النبي عليك وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. تاني خصيمك النبي الله أكبر الله أكبر. صل على رسول الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله وكيل انت اول مره تنزل بنا عام ملك الجنه الشرف وانا مش الله اكبر انا منشرح تاني بلد العلم والعلماء انا بلد فيكم جميعا ايه اللهم صل عليك يا رب اللهم صل عليك يا نبي صل على حضرة النبي احنا سايبينك براحتك انت وحلو صل على حضرة النبي براحتك خالص يا دكتور هات الدنيا شيخ وراه طريقه ايوه يا محمد معلش تامل اليتيم تاني يا سيدي فاما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الناس دي محرومه من الحياه الحلوه والله الساعه 9 ونص وبعدين احنا بنسمع احلى حاجه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سيدنا والفاتحه بالنسبه لنا انما مع العسر يسرا انما مع العسر يسرا الشيخ سيدي جلال والله العظيم بس طيب وانا بصلي غير السلام على النبي حاج تامر الشهيدي حاج تامر الشهيدي عايز محبه ليش كده يا اخي خليك تكبر امامك الحاج تامر الحاج تامر الشهيدي عايز محبه الليسي الليسي تركنا ده والنبي كده احنا تركنا المجال الجوي بس كده حلو كده اه يا حاج تامر الشهيدي اهلا وسهلا عايز محبه الليسي ايوه مشكور ضفت عليك يا ابو الشيخ عبد الناصر عليه رحمة الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا
الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بالله عليك الفاتح ورحمة الحاجة خيرية لجول الفاتح النبي زي ما قالوا لك يا باشا. الله يصلح حالك يا دكتور يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خلص كده احسن كده والله مسيك بالخير عايزين تخلص واحد ايوه سيدي صدق خير انا هركبك على المقام بس ايه الحمد لله رب العالمين احمد ربنا كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الفاتحة. يا عم اهدى بس من السيد دي خلاص يا عم هو مستر شاكر اي عايز شاكر سد مين الشباكي بدي مش احسب الشباكي كل صوت شاكر معلش ماشي خلاص لما تيسر من انتصار صور القرآن الكريم. اشرف استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مصر والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة والذي أسعدنا بحضوره معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقيمت تأبينا وتكريما لروح أم كريمة رحلت إلى رب كريم في يوم كريم في شهر كريم سائلين الحق سبحانه وتعالى أن يكرم نزلها وأن يوسع مدخلها وأن يغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. اللهم اجزها بالإحسان إحسانا وبالسوء عفوا وغفرانا. اللهم أدخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم حرم بدنها على النار وأدخلها الجنة.